يسعد ربكم يا أحلى عالم. البيت أبو المليون ومئتين، لا مليون ومية وثمانين. مليش هالأسبوع، راجع من الأردن وجاي أشوف شو خلصوا بالبيت. مازن مسك لي مفتاح السيارة. There we go. لأنه جلال أبو مويس بحملش مفاتيح سيارات إلا بس مفاتيح بيوت وقصور وعقارات. أبو مويس ابن بلده. تعال نشوف شو سووا وأنا بالأردن. طبعا هذا أخوي مازن اللي بعرفوش. شلون مازن؟ لساته بيستحي قدام الكاميرا، لساته مش مكلح زي اخوه. طبعا هسه هم بلشوا يعملوا اللي بسموه الدمو، اللي هم بلشوا يكسروا في البيت يعني. واتس اب فالنتينا؟ They don't even shake hands, you know? No. So even if a man tries, so let's say I'm a man, I'm trying to handshake you, right? Yeah. I'm assuming you're Muslim. So you would actually do this. Yeah. So let's do it again. Hey, how are you? Good. Oh, wow. هاي خليناها مسلمة. فالنتينا هي actually الانتيريور ديزاينر اللي عم تعمل لي البيت. طبعا ما يغركاش انه حجمها هالقد، بس شيز اكشلي مرتبة. طبعا الانتيريور ديزاينر اللي كانت قبلها، يو ريمبر الانتيريور ديزاينر اللي كانت قبلك، طبعا انتوا مش مصدقين، مش مصدقين. هاي بتحكي عربي، هاي فنزويلية بس تحكي عربي صح؟ شوية. لا لا احكي عربي زي العالم. شوية. لا بتحكي كثير. لا لا لا، يعني بتفهم كل إشي بحكيه. بتفهم أكتر مما بتحكي، بس بتفهم كل إشي صح؟ صح. So فهمتي كل إشي حكيته؟ إيه. Like كل إشي حكيته فهمتيه؟ كل شيء. تقدر تحكي لي إياه؟ بالعربي ولا؟ بالعربي. شنو أقول لك؟ شنو أقول لك؟ تقول خليجي هذه. إيه أنا لهجتي خليج. لهجتك شو؟ خليج. خليجي. طبعا انت حاليا الوطن كله قاعد بحضرك، ها؟ يعني اقل ما فيها في يعني كم طلب زواج عندك حاليا و... والمهر حيكون طبعا اللي بدي اياها بطلبها مني، ها؟ من المهر بيطلع لي 20%. نعم. شو؟ مليون دولار. مليون دولار. بزنس از بزنس. نو نو لايك يو نو، وهم بيطلبوا I'll negotiate the مهر مليون دولار ومؤخر 20 مليون. The goal is to get divorced very quick. Anyways، هي اللي كانت ماسك المشروع وانا بالاردن وعملنا الديمو، رايت؟ عم بلشوا يكسروا في البيت. بتظني واحد بكفي؟ لا يعني بدنا كمان المفروض يكون معاه اكثر من حدا صح؟ شو بتظني متى رح يخلص الديمو؟ ان شاء الله بعد اسبوع. اسبوع بكون خالص. هاي راح تتسكر حكينا صح؟ هاي راح تتسكر هيك، بس هاي بتنشال ولا راح تضل؟ لا لا، we will take it off. Yeah, this will go away so it creates more space. Then منسكر من هون وبصير هذا المكتب. نقدر نسوي كذي نفس الكات. She said كذي. كذي because this is how I speak. I'm sorry. تعرفي غريب انه العربي تبعك كويتي؟ كويتي كويتي فولي كويتي، لان ربعي من ربعك؟ ايه. سو هي كبرت، صرت احكي زيهم، هي كبرت مع صاحباتها الكويتيات صح؟ ايه. وهيك علموكي من يوم وطالع بدك تحكي زيي. Actually try this. try this. So I open up my videos with يسعد ربكم احلى عالم. You should say it. I know this line by you. So say it. بس ما تحكيها زي or actually do the whole thing. But like يا سعد ربكم. ربكم. اها. يا احلى عالم. بعدين هذا الكراج بدي اعمله جيم اخو اخته. انا لسه مش عارف حعيش في هالبيت ولا بيعه، مو عارف. بس لو بعناه ان شاء الله الربحه بتكون قويه. So فالنتينا correct me if I'm wrong، صححيني اذا بحكي غلط. اللي راح نعمله هون راح نقسم هاي المنطقه، يعني هذا كله راح يتسكر اذ بتصير الباثروم، لانه هاي الماستر هذا هاي الغرفه الماستر راح يصير فيه حمام كبير اللي هو طبعا هاي الماستر. يعني البيت لو انباع بده ينباع لناس يعني واحد ومرته، بس انا مكشل ما عنديش مرتي، فحيكون حمام كبير الي لحد ما تيجي البقرة ونخلف سبعة. تشن بقرة؟ لا. كاو. كاو؟ You're calling me a cow? No. What is it? I don't understand. بتقولي بتنديني بقرة؟ No. I'm saying no. Let me explain. So بحكي if I don't keep this house, it's gonna be sold to a family. So بكون واحد ومرته. Okay. Then I was like, but if I keep this house, it's gonna be mine only until I get
البقرة. Your future wife. Yes. لا لا مش أنت البقرة. ف listen seriously. هاي راح يصير الحمام الكبير. بعدين هم راح يصير في ممر. ويعني هنا كل مرة إذا جوزك مش عامل لك اللي جلال أبو مويز عامله لمرته المستقبلية بدناش نحكي طلقيه، بدناش نأخذ إثم. بس الممر ها راح يدخل على غرفة النوم. سو هاي كلها بدي أعملها غرفة أواعي. شو بسموها؟ خزانة أواعي. يعني هاي كلها طبعًا هي بحجم غرف النوم يمكن اللي عندك، بس هاي لحالها بس حتكون ايش؟ الخزانة. وبعدين بتعرف انه الخزانات الموجودين بمحلات الارميز واللوفيتون وبالنص هون بكون في زي الجوارير مش عارف شو بسموها، الكومدينة هاي اللي بالنص، وكل شيء راح يكون هيك اورنج والخزانات يعني بيطلعوا لبرا وهيك. راح اعمل خزانة اواعي ما صارت بإذن الله. يعني هاي الغرفة كانت محسوبة كغرفة ثانية، بس أنا فتحت هاي الغرفة على الغرفة الماستر عشان أعمل خزانة كبيرة، لأن الناس بتصرف على بيوت بالملايين، بدهم بيوت فيهم خزانات كبيرة بالماستر. أعطيكوا شغلة، هاي معلومة لكل اللي بيصلحوا عقار. بدك تبيع بيت صح وتكسب فيه وبدك تبيعه لعائلة، يعني هو البيت معمول لعائلة، دائما اهتم بالمطبخ وخزانة الأواعي تبعت غرفة نوم الماستر، لأنه العيال مين فيها بقرر مين هذا البيت مين بنشتريه ولا لا؟ المرة. الزلمة بكت بدفع، بس هي اللي بتقرر، بتقول له لا ما حبيت الخزانات، الخزانات صغار، المطبخ هيك، الغاز قزاز مش عيون مثلا، هو ايش؟ ببطل يشتري، بقول لك أنا ما عجبني. بس فعليا المرة بالبيوت هاي اللي للعيال، المرة اللي بتقرر وبدك تبيعهم صح، اتعب على المطبخ واتعب على خزانة الأواعي واعي تبعت الغرفة الماستر. انت هيك دائما بتبيع ومنتي. يعني هاي غرفة النوم الماستر بيدروم، وهاي الواكين كلوزت، يعني فعليا حجم شو اسمه الخزانة الاواعي نفس حجم الغرفة كاملة. هاي الغرفة انه وين بنحط التخت، راح يكون في قاعدة بتجنن، وفيو هون على المسبح، راح تكون هون الماستر باثروم يعني الحمام الكبير، طلع مكبر الحمام، وعندك الخزانة الاواعي. يا طيب شو قاعد بتورجيني بعض الاوبشنات اللي عندنا اللي بدنا نستخدمها في البيت. يعني هاي من الحجار والاراضي. That's what you want to use for the kitchen. I wish, but it's really expensive. So you're calling me معيش مصاري؟ لا انا معي مصاري. انا عندي ولا ما عندي؟ عندك. عندي إيه؟ بس انا cheap. You call me cheap. No, it's no? financially intelligent. تحكي لي انت مش بخيل، بس انت بالمصاري الذكي. هاي بتقول لي اني ايش؟ بخيل بس بالعقل. No. So بتفهموا شغلة عشان لازم افهمهم. هسه هي she's an interior designer. يعني اذا بتركها راحتها بصرف $300 مليون بفلس. انا هاي المشاريع لازم اكون ذكي في قراراتي في المصاري عشان يضل في ربح. لو اتركها راحتها بتشطح. احنا لهسه قديش صرفنا؟ 400,000. نو 428. انا قاعد بحاول انزلها ل 400 صافي. تنصبي علي ها؟ اوكي. Can I see the size of the house? Yeah. فهي بتقول انه البيت كتير كبير، يعني اكيد بدنا نصرف فيه 400,000، بس انا عم بحاول اخليهم يعني حتى اقل من 400. لكن الناس بتفكر هذا البيت مش الي، وبفكروا انه هذا البيت لحدا، انا شغيل حدا، انه I'm someone's employee. وجاي اشرف له على عن جد. البيت لمين؟ البيت لمين؟ حقي. حقي؟ مالتي، حقي عيني. البيت حقتي ولا مو حقتي؟ تحكي كويتي هذه. ومين بدفع لك لشغلك ال 400,000؟ انت ابن بلدك. باي ذا واي، هاي بطلة تنس ها؟ مش كنت المفروض تعلميني؟ ولا علمتيني ولا شيء، انت بس تاخذي مصاري، بس تاخذي مصاري، ايش تعلمي؟ قالت لي تعلمني تنس. وين التنس يمه؟ She's a champion. Right? I know. Like you competed. I was. نفسي اتعلم تنس. طبعا التنس هاي رياضه اللي معها مصاري. Look at this. ان انت فقير ماكل خراب بلعبوكيش تنس. هاي رياضه الاثرياء. How much is this? This looks very غالي. هذا غالي، هذا حقتي. I don't know. غالي حقتي. Yeah. تعطيني هديه حقتي. No seriously. راح تعلميني ولا لا؟ Of course. Yeah. هاي اللي معوش مصاري بلعبوه تنس. ما معه مصاري، ماكو بيزات. تلعبونا تنس؟ نو. هاي للغني. The people who play tennis. Okay, seriously. Always wealthy and very intelligent. احكيها بالعربي. ما اقدر اقول هالكلام. لا تقدرين عيني. قولي. ما اقدر اقول هالكلام لان وايد اشياء لازم اقول لك. اوكي، بطلت عرفتها، عجقناها. اوكي. اوكي، what I'm saying is
This sport is for the rich people, right? 100%. Okay. يعني اللي ما معه مفلس ساقط ما بلعبوا تنس. Exactly. Okay. Done. خلص. فهاي عندك كم واحد؟ عندها خمسة. يعني أنت وايد مصاري. إن شاء الله. ولا 400,000. ولا تلعبي تنس على حساب اللي خلفني. اه لعبت. شنو هذا عيني؟ No, I'm just kidding. بس عن جد دائما اللي بيلعبوا تنس دائما معهم مصاري. اللي بيحكي اللي مش متجوز. طب جر شو خص هاي بهاي شو؟ هذا امي باعتها، امي بترشي فيه عشان ضل اثنين اتجوز. لازم. بديش اتجوز، انا زلمي بدوش اتجوز، لا بدي اتجوز، بس مش هسه، ضايل لي كمان كم مليون، لسه بكون نفسي، خلص اسمع على فكره لهون وبس منتهيه عن جد هسه في شغل بكفي تصوير لانه مش عارفين يحكوا اللي بدهم اياه، لازم نركز بالشغل وابن بلدك وراه ملايين يعملها، وراه مليارات يوصلها، وراه بيوت وقصور يشتريها، ابن بلدك مش ساقط، ابن بلدك مش ترند، ابن بلدك. أسطورة. لا عن جد هالمرة منتهية، خليهم يعرفوا يشتغلوا، لسه في ناس جايين مقاولين تانيين لازم أفهم منهم بالضبط، فهمهم قصدي بالضبط. أشياء أنا بعد سفرتي هاي طلع براسي كم فكرة أشياء بدي أغيرها بالبيت. طبعا هذا البيت يعني اللي حتشوفوا فيه بس أخلص حنورجيكم قبل وبعد، راح يكون إشي بهبل، ما هيكم شايفين الفيديوهات، حيكون إشي خرافي. منتهية خلصنا. اعمل سبسكرايب ولا اعمل سبسكرايب. Let's do this.